مهرجان للجيتار في طبعته الاولى. اذا هذا المهرجان جهوي يشارك فيه عده ولايات، شباب من مختلف مناطق شرق البلاد. الانطلاقه كانت يوم 10 وتستمر الى غايه يوم 13 ان شاء الله من شهر جويليا. كما قلت المشاركه جهويه وهدفنا هو اكتشاف وتشجيع المواهب الشابه يعني خلال ثلاثه الايام هذه. وبالمناسبه ايضا ستنظم وستبث ايضا على مختلف صفحات المديريه وصفحه جمعيه القلعه دروس في الموسيقى يعني يقدمها اساتذه في تعليم الموسيقى، وكذلك معارض للالات الموسيقيه.